انا في الاول خالص بمثل على الكابتن اسامه حسني، وبرنامج جميل جدا، برنامج حوار خاص، وبمثل عليه اليو بادجي. وعايز اقول لإليو بادجي، انت بتلعب في احسن واعظم نادي في الكون، نادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله تقدر ان انت تنجح ان شاء الله مع النادي الاهلي زي كابتن فلافيو طبعا وجيلبرتو، وتقدر ان انت تسعى وتحقق البطوله التاسعه، بطوله افريقيا اللي هي مهمه جدا عند جمهور النادي الاهلي، واحنا لسه منتظرين منك المزيد والمزيد، وواثقين في قدراتك، فان شاء الله باذن الله تقدر ان انت تسعد جمهور النادي الاهلي. وبمسي طبعا على الكابتن اسامه حسني، والتوفيق والنجاح ليكم ان شاء الله، ودايما النادي الاهلي هو رقم واحد في افريقيا. ده يحب امسي على كابتن اسامه حسني وبرنامج حوار خاص، ورحب بضيف الحلقه النهارده كابتن اليو بادجي مهاجم النادي الاهلي. رساله الكابتن اليو بادجي، انت بتلعب في نادي كبير اعظم انديه العالم، ان شاء الله تقدر تحقق بطولات كتير مع النادي الاهلي، وتسعى جمهوره تبقى اسطوره من اساطير اللي جت من افريقيا النادي الاهلي زي فلافيو وجلبرتو، وان شاء الله تقدر تحقق بطوله افريقيا السنه دي وتهدوها لجمهور النادي الاهلي. في النهايه احب اشكر كابتن اسامه حسني والبرنامج الجميل بتاعه، والتوفيق دايما يا رب. اليو بادجي، اهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي في حوار خاص مع كابتن اسامه حسني. كل جمهور الاهلي واثق فيك ان انت لاعب كويس وعندك امكانيات كويسه، كل الدعم ليك الفتره اللي جايه ان شاء الله، وتكون قد المسؤوليه وقد التيشيرت، وتقدم كل اللي عندك، وتكون دايما في افضل حال، وان شاء الله باذن الله تكون مساهم معانا في تحقيق البطولات ان شاء الله الفتره اللي جايه، ونحقق بطوله افريقيا كلنا مع بعض ان شاء الله، ونحتفل. كون قد المسؤوليه ان شاء الله، وكل جمهور الاهلي بيدعمك، وكل جمهور الاهلي واقف وراك. تحياتي ليك، ويا رب تكون دايما موفق معانا، وتكون دايما في افضل حال مع نادي الاهلي، اكبر نادي في افريقيا والشرق الاوسط. تحياتي ليك اليو بادجي. اليو بادجي، اهلا وسهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي في حوار خاص مع كابتن اسامه حسني. تحياتي ليك وتحياتي للكابتن اسامه حسني. حابب اقول لك ان احنا واثقين فيك جدا، منتظرين منك الكتير جدا الفتره اللي جايه. انت مهاجم كويس جدا، نشتغل على نفسك الفتره اللي جايه عشان تقدر تكون مهاجم النادي الاهلي الاساسي. اتمنى لك التوفيق دايما، واتمنى يا رب انك دايما تكون في افضل حال. اتمنى انك تحقق انجاز وتكتب تاريخ مع النادي الاهلي، اعظم نادي في الكون. تحياتي ليك مره تانية، واتمنى الحلقه تكون ممتعه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. مرحب بيك اليو بادجي على قناه النادي الاهلي، قناه اعظم نادي في الكون، في حوار خاص مع الكابتن اسامه حسني. ان شاء الله تكون عنصر اساسي من عناصر الفريق، وتشرفنا في كل البطولات، وتكون داعم اساسي للفرقه، وان شاء الله كل الجمهور في ظهرك ووراك وبيدعمك، وان شاء الله تكون متالق دايما في كل البطولات مع النادي الاهلي يا رب. اليو بادجي، اهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي في حوار خاص مع الكابتن اسامه حسني. احنا واثقين فيك، منتظرين منك كثير، ونتمنى تكون في افضل حال وتحقق كل البطولات مع الفريق، وتعمل تاريخ كبير مع اعظم نادي في الكون. برحب بحضرتك كابتن اسامه، نجم نادي الكبير ونجم النادي الاهلي. عاوز اوصل رساله لي وبادجي، واقول انت لعيب كبير جدا، خليك دايما واثق وفاكر ان انت بتلعب للنادي الاهلي رقم واحد في افريقيا. كلنا ثقه فيك، ويا رب انت كمان تكون على قدر الثقه دي. كلنا في ظهرك وكلنا وراك، وان شاء الله تحقق بطولات كتير جدا مع النادي الاهلي وتضيف لتاريخك، واحنا كمان في انتظار بطوله افريقيا السنه دي. اتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله.